في المقابلات ديال الوداد الرياضي غادي نشوفو كان حاضر في 7 ديال المقابلات بالملعب وثلاثة كمساعد فيديو. والملاحظة الكبيرة هنا بالنسبة لي خالد غنلاحظوا بأنه رضوان جيد دار المقابلة ديال أولمبيك خريبكة الوداد ذهابا وإيابا والمقابلة ديال المغرب فاسي ذهابا وإيابا. وهنا أنا بالنسبة لي هذا السؤال للمسؤولين شنو هو الانطباع اللي كيعطيوه للمتتبع لكرة القدم للجمهور المغربي؟ واش كاين مثلا غير هذا الحكم اللي يقود هذه المقابلة؟ أنا بالنسبة لي هذا في تنقيص من القيمة ديال الناس اللي كيعينوا لان ممكن ان وهذه المسائل كتبقى متابعة رضوان جيد لا لانه دابا حتى في الملاحظات ديال الجماهير تي دابا بغض النظر على الجماهير الودادية كاين جماهير اخرى كتقول لك الا ما كانش جيد الوداد ما كديرش الا ما كانش جيد الوداد ما كديرش. لا احنا هذا بالنسبة لنا غير ملي كتعطي جوج ديال المقابلات كيقودهم ذهابا وايابا خالد هنا شنو هو الانطباع اللي بغينا نعطيو؟ شنو هو الاستنتاج اللي بغاو يعطيو الناس المسؤولين على التعيينات ديال الحكام؟ بالنسبة لنا الحكم غير معني بهذا المسألة لأن كيجي التعيين ديالو خصو يمشي يدي المهمة ديالو. هذا كتبقى مسألة متعلقة بالناس باش ما نبقاوش نديرو كوبي كولي. أنا بالنسبة لي هنا كنجيو كنديرو كوبي كولي كنهزو سمية وكنلصقوها في هذا. أنا بالنسبة لي هنا كنعطيو انطباع أن كاين حكام آخرين اللي ممكن أنهم يقودوا هاد المقابلة ديال أكبر عدد دابا ديال لحد الساعة من اللي تابعناهم ديال هذاك الوداد كاين 10 ديال الحضور ديالو في 10 ديال المقابلات 7 بالملعب اللي هو الدورة 3 والدورة 18 الدورة 5 الدورة 8 الدورة 9 الدورة 15 الدورة 30 والدورة 21 وهذا رقم اللي هو قياسي. ملاحظة أخرى خالد غادي نلقاوه في المقابلة ديال الوداد أنه قادها ذهابا وإيابا مع فريق الرجاء الرياضي في ذهابا كمساعد فيديو وإيابا بالملعب. هنا كما كنقول لك أنا شنو هو الانطباع اللي كيعطيونا هاد الناس المسؤولين على التحكيم بالنسبة للتعيين حكم لمقابلة واحدة ذهابا وإيابا وكيمكن نلقاوها في جوج المواسم وثلاثة ديال المواسم نفس التعيين.